السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع قلمة لنتعرف على مستوى تقدم الأشغال بالمستشفى الطب الاستعجالي الجراحي ببلدية حمام ضلعة، إذا بولاية قلمة، واللي المشروع هذا يتسع، المستشفى هذا يتسع ل 120 سرير، وسوف يفتتح في الأشهر القليلة القادمة. إذا إن شاء الله تكون في العملية تاع التجهيز تتبع يعني النهاية تاع الأشغال، ونخليكم تابعوا الفيديو، والسلام عليكم.